النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحاديه الرئيس بول كاجامي. رئيس بول كاجامي زي ما حضراتكم عارفين هو رئيس جمهوريه رواندا، ورواندا بالمناسبه تجربه مهمه جدا 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 جدا، ممكن ابقى اقعد احكي لكم عليها لما حصل زمان الحرب الاهليه، وازاي القبيلتين الاكبر تصارعوا مع بعض وحصل حرب ضاروس، وازاي الحقيقه كاجامي عارف ان هو يعيد بناء رواندا من اول وجديد، ويقضي على فكره المشاحنه الاهليه والقبليه، وازاي تتبني رواندا فتتحول لوحده من اقوى الاقتصاديات اللي موجوده في افريقيا، وتتحول العاصمه الروانديه لوحده من اجمل المدن على مستوى القاره. بس احنا العاصمه الاداريه بتاعتنا هتبقى احلى، والله العظيم هتشوف بكتير كمان. التجربه الروانديه تجربه مهمه جدا جدا جدا، جديره بانها تتحكي. خلونا ناخد معانا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ جميل. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. خليني على خلفيه لقاء القمه ما بين الرئيس السيسي والرئيس الرواندي بول كاجامي، نتكلم على اهميه العلاقه ما بين مصر ورواندا من جهه، وفي نفس الوقت هذا اللقاء في هذا التوقيت من جهه اخرى. هو طبعا اللقاء لقاء مهم في وقت مهم جدا. احنا عارفين العالم كله دلوقتي فيه ازمات عديده، ازمات اقتصاديه بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا، ومن قبلها ازمه كورونا، ولكن مصر بتتخذ في الوقت الحالي كافه المسارات من اجل توحيد الرؤى ومن اجل فتح مجالات جديده في كافه مع كافه دول العالم. طبعا بالنسبه لافريقيا، افريقيا بالنسبة لمصر هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية. مصر من 2014 حتى وقتنا هذا بتولي اهتمام كبير جدا بأفريقيا والدول الأفريقية، وبتسعى إلى التنمية الشاملة داخل الدول الأفريقية، وبتعمل على مساعدة تلك الدول في كافة المجالات زي ما احنا شفنا. بالنسبة لرواندا طبعا أنا عايز أقارن بين التجربة الرواندية والتجربة المصرية. يعني التجربة الرواندية في إعادة بناء الدولة مرة أخرى دي كان نموذج مهم جدا بعد الاقتتال الداخلي اللي كان موجود فيه اللي حضرتك قلته، والصراع بين الهوتو والتوتسي وعمليات الإبادة الجماعية بسبب الحرب الإثنية اللي كانت موجودة هناك. وأيضا التجربة الرائدة المصرية في إعادة بناء الدولة من 2014 حتى وقتنا هذا، يعني في 8 سنين قدرت الدولة، قدرت مصر تعيد بنائها مرة أخرى، ومن خلال مدن جديدة ومن خلال العاصمة الإدارية وطرق وكباري ومشروعات كبيرة تنموية كبيرة جدا. فالتجربتين تجربتين واضحة جدا للتنمية الشاملة أو إعادة بناء الدول مرة أخرى. بالنسبة طبعا للعلاقة مع رواندا زي ما احنا عارفين أو زي ما احنا بنتكلم، هي طبعا علاقة مهمة جدا، علاقة أعتقد أنها هتفيد الدولتين بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات اللي بين مصر وبين رواندا، وأيضا زيادة التبادل التجاري بين مصر وبين رواندا في الوقت الحالي أكيد هيفيد، هيعود بالنفع على الدولة المصرية وهيعود بالنفع أيضا على رواندا. وتبادل الخبرات في كافة المجالات ده شيء مهم جدا. النهاردة شفنا العديد من المبادرات تم توقيعها بين الدولتين، وكل ده أعتقد أن رواندا من الدول الرائدة، من الدول اللي إعادة بناء نفسها أكيد في استفادة كبيرة هتحصل من العلاقة مع رواندا أو المشاركة مع رواندا في عمليات التنمية وعمليات التبادل التجاري بين البلدين. تعتقد إيه أبرز أوجه التعاون اللي ممكن تبقى مستقبلا قائمة ما بين رواندا ومصر؟ هو طبعا في العلاقة المهمة طبعا اللي هتبقى في المستقبل، اللي هو طبعا الخبرات وتبادل الخبرات وتبادل الرؤى بين البلدين في عمليات التنمية الشاملة، في المشروعات القومية الكبرى، في تبادل الخبرات بين الدولتين، إقامة مشروعات بين الدولتين. أعتقد أن ده هيفيد جدا، عمليات التبادل التجاري بين الدولتين هيفيد جدا مصر. بالنسبة يعني النهاردة سيادة الرئيس وضح أكثر من نقطة مهمة جدا في
في المؤتمر الصحفي، وان رواندا تبقى برضه مطلعه على الاحداث، ده شيء مهم جدا. ان هو مثلا لان رواندا دوله من دول حوض النيل طبعا، فكون ان النهارده يتم مناقشه موضوع سهم النهضه مع الرئيس الرواندي، والشروط اللي بتضعها مصر وموقف مصر الواضح من اثيوبيا ومن سد النهضه ومن العمليات الملء الاحادي دون الرجوع، وان يكون في اطار ملزم، كل ده شيء مهم جدا. الدوله المصريه بتسعى الى التنميه داخل القاره الافريقيه، هي ما بتقولش ان ما يبقاش في سد او ما يبقاش في تنميه في اثيوبيا، لا، هي يجب ان يكون هناك شروط طبعا واضحه وملزمه بين كل الاطراف من اجل التنميه داخل اثيوبيا، ومن اجل لا تؤثر على الحياه او على المياه بالنسبه لدول المصب اللي هي مصر والسودان. فوجود رواندا وشرح هذا الموضوع، طبعا كل هذه الامور طبعا واضحه لكل الدول الافريقيه، فده شيء مهم جدا، لان وجود حشد داخل الاتحاد الافريقي من الدول الافريقيه كل ده بيفيد الدوله المصريه في موقفها من ازمه سد النهضه. في نقطه ثانيه مهمه جدا نوه ليها الرئيس النهارده، اللي هي مكافحه الارهاب، لان طبعا احنا عارفين الارهاب هو السبب الحقيقي في عدم وجود تنميه في اي دوله. صحيح. ومصر كان ليها دور رائد في مكافحه الارهاب داخل الدوله، وايضا قدرت ان هي من خلال دول تجمع دول الساحل والصحراء ان هي تنقل خبراتها للدول الافريقيه. احنا عارفين ان للاسف الشديد في افريقيا في الوقت الحالي تم نقل تنظيمات وعناصر ارهابيه عبر الحدود الى بعض الدول الافريقيه لغرب افريقيا، في معسكرات هناك لاعاده انتشارها مره اخرى. فمصر في عام 2016 اجتمع وزراء كان ليها بعد نظر الدولة المصرية في عام 2016، لهذا السبب عقد اجتماع تجمع الساحل والصحراء لوزراء الدفاع في مدينة شرم الشيخ، وتم مناقشة ومباحثة كيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية. استطاعت مصر بعد ذلك ان هي تدرب اكثر من 2000 ضابط من دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، تدريبات عسكرية مشتركة تمت مع دول الساحل والصحراء في قاعدة محمد نجيب، في إجراءات كثيرة بتتخذها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب في أفريقيا. أخيرا إنشاء أو افتتاح مركز مكافحة الإرهاب اللي نوع عنه سيادة الرئيس النهاردة في القاهرة لدول تجمع الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب. إذن ده شيء مهم جدا في الوقت الحالي، إن إحنا مصر بتقود أفريقيا لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية اللي موجودة. إحنا عارفين إن في دلوقتي في بعض الدول الأفريقية في تنظيم داعش، في تنظيم القاعدة، في بوكو حرام، في الشباب، في العديد من التنظيمات الإرهابية، والعائدون أيضا من الدول اللي كان فيها صراعات. صحيح. كل دول بيؤثروا بشكل كبير على التنمية وبيؤثروا على السلم والأمن داخل القارة الأفريقية. القارة الأفريقية فيها ثروات وفيها إمكانيات كتيرة إنها تنطلق إنها تكون من القارات الكبرى، لأن فيها ثروات كثيرة طبعا. فالاستفادة من هذه الثروات لن يتأتى إلا بالقضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية الموجودة. ومصر في الوقت الحالي أيضا هي، أنا شايف أن مصر في الوقت الحالي هي صوت أفريقيا لدى العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المؤتمرات، وحتى من وقت لما كانت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته كان ينقل الصورة الحقيقية لأفريقيا. صحيح. أمام العالم. ويمكن كان من أبرزها هو صوت أفريقيا يعني في الوقت اللي كنا بنعاني فيه جميعا، أو العالم كان يعاني فيه من جائحة كورونا، كانت مصر الحقيقة هي المدافع الأول والأبرز عن حق الشعوب الأفريقية في الحصول على الجانب العادل من اللقاحات. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، كاتبنا الصحفي المحترم.